شكرا للزميل سالم سعيد بن حضير من اكتبي. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه أعلنت ثالث انطلاقات هذا المساء بهذا الحضور الميمون والمشرف من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد الهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن والمشرف العام على هذا المهرجان. أعلنت هذه الانطلاقة مشاهدين الأعزاء مباشرة إلى شاهين محمد بن سعيد بن علي بن راشد المنصوري تقدم هذه الأسماء، بينما المركز الثاني وصل في ثاني المراكز هناك أبو الأبيض خليفة بن أحمد بن سعيد بن سيف الاكتبي. المركز الثالث يتقدم صاروخ لعثمان بن نواب بن نوح البلوشي، يطلق الصاروخ على المركز الثالث. هنا هتاش لعبد الله بن حمد بن علي الكربي يتواجد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات هذا ملبي عبد الرحمن من مفرج بن ناصر الكربي، وصل ملبي بدأ يلبي النداء الوصول من أيضا برزان سالم بن سهيل بن سالم بن حمرور العامري، هذا هو ندانا. بدأت الأسماء بالتقدم، هناك حمدان بن حميد بن سعيد المنصوري يقدم لنا جراح، يقدم لنا جراح أبناء الإمارات، أبناء الإمارات، أبناء المستقبل يرسمون هذه اللوحة التراثية. هذه هي اللوحة التراثية التي تأتي في جائزة زايد الكبرى عبد الله بن حمد بن علي الكربي على ظهر هتاش. بدأ ينطلق إلى منطقة الأعلام، أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة. ما شاء الله، غادر الجميع، راح وانفرد في المركز الأول، بينما المركز الثاني حمدان بن حميد بن سعيد المنصوري مع جراح، وصل جراح. الدخول الاخر من عبد الرحمن بن مفرح بن ناصر الكربي، وصل ملبي، وصل ملبي، تقدم ملبي ايضا يقدم هذه الانطلاقه، ولكن عوده الى الصداره، عوده الى ال 400 متر الاخيره. يا سلام، شوفوا هذا المنظر، هذا المنظر الجميل، هذا الحضور الكبير والمشرف هنا على ارضيه هذا الميدان. عبد الله بن حمد بن علي الكربي يقدم لنا هتاش، هتاش على الصدارة، هتاش على المركز الأول. تحية عسكرية، تحية عسكرية في ذمتي أنا، أيضا التحية في مكانها وفي محلها في ذمتي. ما شاء الله، أشكرك أشكرك عبد الله بن حمد بن علي الكربي، هتاش 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 على الصدارة على المركز الأول. وأيضا هنا يأتي بهذه التحية العسكرية لراعي هذا الحفل بهذا الحضور، تهانينا والناموس على هذا الفوز، لحظات الوصول، حيو حيو حيو، يستاهل التحية. المركز الثاني حمدان بن حميد بن سعيد المنصوري مع جراح. المركز الثالث، المركز الثالث من وصل في ثالث المراكز، المركز الثالث كان هناك سيف بن محمد بن سيف بن مبارك بن حميدة الخيالي مع رداد. المركز الرابع، وصول في رابع المراكز من عبد الرحمن بن فرح بن ناصر الكربي مع ملبي. والمركز الخامس كان خليفة بن أحمد بن خلفان، أيضا خليفة بن أحمد خلفان بالصايغ المزروعي مع مبلش. تهانينا والناموس على هذا الفوز. نعود بالتوقيت الزمني، نعود أيضا مع الثقة الكبيرة مع هذا الركبي وركوب الممتاز مع أيضا عبد الله بن حمد بن علي الكربي. هتاش ايضا ياتي ويدي بالتحيه العسكريه بهذا الحضور الى راعي هذا الحفل والمتابع في هذا المساء، منظر جميل. شكرا يا حسين السيد على هذا المنظر الرائع الممتاز ايضا والجميل. لحظات الاعاده بالتوقيت الزمني، مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، متابعي قناه ياس الرياضيه وقناه دبي ريسنج، الله، التوقيت الزمني ولحظات الفوز، لحظات الانتصار، لحظات ثلاث دقائق 11 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل الذي قدم من خلال هذه الانطلاقة الثالثة وهذا المساء المميز. المركز الثاني، المركز الثاني ثلاث دقائق و13 ثانية، ست أجزاء من الثانية. هناك أيضا اللي هو جراح حميد بن أو حمدان بن حميد بن سعيد المنصوري، تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول
وصول جميلا في 3 دقائق 15 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. هو رداد سيف بن محمد بن سيف بن مبارك، ايضا بن حميدة الخيلي. مشكور يا راعي الهدر، مشكور باسم الجمهور يا راعي من حاف. المركز الرابع 3 دقائق 18 ثانية و7 أجزاء من الثانية. من وصل هناك ايضا ملبي عبد الرحمن بن مفرج بن ناصر الكربي. بينما المركز الخامس كان الدخول مع مبلش خليفه بن احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي ب3 دقائق 20 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز، تهانينا.